اهلا وسهلا بيكم، معاكم اسلام سالم، قناه كول اكاديمي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن برنامج التوين موشن. برنامج التوين موشن برنامج بسيط جدا وجميل جدا، واتكلمنا عنه كتير قبل كده، بس الحلقه دي هنركز شويه على بعض حاجات بيسالنا فيها الناس عن الريندر. التوين موشن بسيط جدا في الريندر وجميل جدا في الريندر. كل الحكايه ان احنا هنفصل شوية، هنقدر احنا ازاي نحط المواصفات بتاعت الحاجة اللي هنعمل لها ريندر، اذا كانت صورة او فيديو. بسرعة احنا هنعمل مراجعة سريعة كده على التوين موشن. التوين موشن عندنا هنا ادي شاشة كبيرة في النص بتعرض الموجود، وفي شاشة تحت بتعمل امبورت بنقدر نجيب بيها الحاجة من برة، وفي نفس الوقت في عندنا هنا الخاصية الشاشة التانية اللي بتنزل لنا الخلفيات والكونتكست. ده اللي هو ممكن نخش على جوجل ماب نجيب خريطة ثلاثية الأبعاد ننزلها، ودي صعبة شوية بالنسبة لأكتر الناس في اللوميون. البوث احنا ممكن نعمل مسارات هنا لناس او لسيارات البسكليت، وممكن مسارات خاصة، وممكن نعمل هنا حركات الكاميرا ونجيب مقاسات. هنا في ناس كانت بتسأل كتير على، خلينا احنا الاول نغير من اليمين، نعمل هنا شادو في جهة كده. في ناس بتسألنا على ازاي نغير الشادو او اتجاه الشمس من مكان لمكان. دي بسيطة جدا يا جماعة، خلونا احنا ناخد حتة بس بعيدة كده. النرويج، جميلة النرويج. احنا هنقول له انت في النرويج، واخدين بالنا الشادو هنا جه فين. هنيجي هنا هنغير له الاتجاه. شايفين الشادو بيغير الاتجاه ازاي بتاعه؟ في نفس الوقت هنقدر نغير الاشهر. احنا اخترنا النرويج بس عشان تبقى بلد بعيدة شوية يبان فيها تغيير المواسم، تمام كده. في عندنا هنا الويذر، ممكن نختار جو بيمطر، وفكت المطر هنا جميل جدا 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 جدا، بينافس اللوميون. شايفين يا جماعة ادي افكت المطر. ناخد لمعة خفيفة جدا في الارض كده، وعندنا برضو اذا كان مثلا الرياح ده هنا في المجموعة بتاعت نتر. ممكن نغير في اللايت، ممكن نبدأ نحط هنا مثلا أعشاب أو حاجة، طبعا دي عشان نحطها. ده هنا في دي خاصية جديدة في التوين موشن. هذه هنا اللونج ريس، يعني ممكن ناخد ده ننزله هنا، ونعمل منه. شفنا يا جماعة حطينا هنا منه، دي خاصية جديدة جدا نازلة مع اللوميون مع التوين موشن الجديد. ادي العشب، شايفين الجمال بتاعه بينافس المؤثرات والحاجات اللي نزلت في اللوميون. احنا نستنى بس هو بيعمل سيفنج دلوقتي. التوين موشن نزل معاه حاجات جميلة جدا يا جماعة. دلوقتي في عندنا امكانيات كتير، ممكن بس الناس اللي متعودة على اللوميون في اختلاف بين اماكن التحكمات، الحاجات اللي بيتحكموا فيها التولز في اللوميون من التوين موشن. احنا شفنا دلوقتي الحاجات اللي نزلت مثلا في العشب. بعد كده في عندنا صناعه نفس الكنترول بتاعه، هو نفس الكنترول بتاع
اللوميون. لو احنا عايزين بقى نعمل ريندر، هنعمل ريندر ايمج مثلا، هنعمل نيو ايمج. ماشي، نيو ايمج. احنا عملنا ايمج هنا، ادي الصورة الجديدة. في عندنا هنا تحت في عندنا تايم، انا ممكن اختار ان الصورة دي تكون بالليل او اختار له تكون بالنهار. وفي عندي هنا، عذرا يا جماعة عشان صوت الكمبيوتر عشان الريندر فيه عالي. وفي عندي هنا في مور، مور ده افكت. هنا انا لو دوست على مور افكت وهنا كاميرا سيتنج، هختار له هنا الكواليتي اللي انا عايز احدده. انا عايز تبقى 4K، انا عايز تبقى HD او 4 HD، على حسب ما انا عايز الريندر بتاع الصورة دي يطلع ازاي. هختار له كواليتي. هنا ممكن اختار له الزوم بتاع الكاميرا، هنا ممكن يعني البرسبكتيف كوركشن بيعدل لي الاتجاه بتاع الصورة. ممكن لو حبيت احط مثلا فيت حوالين الصورة او حاجة احنا، وهكذا. احنا خلينا نروح بقى هنا على ده الجزء اللي انا قلت لكم عليه. انا هعمل الاضاءة مثلا في النرويج، ممكن احول اتجاه الظل اذا كنت انا محتاج ان انا احول اتجاه الظل. تمام. الوذر ممكن على حسب، ممكن اخليها له مثلا بتمطر، ممكن اخليها له وزر عادي. هنا ده الوزر. بالنسبة للوزر صحيح في هنا افكت، لو انا دخلت عليها اللي هي الاخيرة دي، لو انا دوست عليها هيديني هنا سرعة الرياح. احنا ممكن نلاحظها في العلم هنا، ممكن ننزل او سرعة الرياح مفيش، ممكن نعلى بسرعة الرياح هنا. عشان بعض الاخوة اللي كانوا بيسألوا على العلم السمو او الفوق، احنا دلوقتي بص يعني في عندنا خلفية هنا حاطينها المدينة، ممكن نزود الضباب شوية هنا على حسب ما احنا عايزين يفضل معانا 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 لغاية لما يدينا الصورة اللي احنا عايزينها. اوكي، نرجع تاني. احنا زي ما بنتصفح في الاكسبلورر بتاع الويندوز، احنا في الافكت بنرجع تاني لايه، كليك لورا شوية، كليك لورا تاني. احنا خدنا ده الوزر، ناخد اللايتنج. اللايتنج ايه؟ ممكن اضاءة الشمس تزيد، ممكن تقل. هو طبعا اذا احنا هتفيدنا جدا دي، بس من ناحية تانية يا جماعة لو احنا بنختار المكان، يعني بنختار المكان لو مثلا اخترناه في الخليج او اخترناه في النرويج، يعني انا دلوقتي اخترته في النرويج مكان مائل للقطب الشمالي شوية، فالشمس فيه مش شديدة، في نفس الوقت ممكن اتحكم في الظلال او كده. لو انا اخترته في السعودية مثلا او في الكويت او في الامارات هيجيب لي الشمس اشد من كده، يعني هو اوتو هيظبط لي الحدة. في هنا الامبيان لايت امبيان ممكن انا اظبط فيه انا محتاجه قد ايه. ده هيبان في الانتريور ديزاين اكتر، درجات الاسود، انكسار الضوء برضو هيبان في الانتريور اكتر، وهكذا. وممكن احدد الشادو اذا كان شاربين قوي او لا من هنا، والابيان اكلوجن. اوكي، كل واحده وليها طبعا الصن. ادي ممكن ازود الريفليكشن، كل واحده وليها السيتنج بتاعها. تمام. ممكن اعمل فوكس، يعني اخلي انا فوكس على مكان من الدي او اف اللي هو الفوكس هنا. ممكن اخلي الفوكس على مكان زي مثلا اعلام، او ابدا احول الفوكس يبقى على ايه، يعني ممكن مثلا اخلي اللوجو هو اللي باين والاعلام تختفي، الاعلام تظهر واللوجو تختفي. وممكن ازود الراديوس البؤره بتاعت الفوكس ده، اخلي الحاجات اللي ورا دي فوكس او يعني اوت اوف فوكس، يعني بره التركيز بتاع الكاميرا. شايفين يا جماعه البهتان بتاعها ازاي؟ ممكن اظهر
يعني على حسب ما انا عايز. كاني بظبط فوكال بتاع الكاميرا مانوال. اوكي الباك جراوند وهو اللي انا احنا ممكن نطلع كده شويه عشان نشوف الباك جراوند. الباك جراوند هو اللي هو سيتي مثلا حسب، ممكن ما فيش خالص، ممكن تاور سيتي ماونتن على حسب الحاجه اللي انا بختارها. طبعا كل حاجه يعني مثلا لو اخترت دي ممكن اغير الروتيشن اخليها يجي لي هنا. انا بتحكم في الباك جراوند. الناس اللي بتسال على الخلفيه ازاي اعمل خلفيات واحركها واديها البعد بتاعي، انا مش محتاج اعمل حاجه، انا ممكن اتصرف كله منها. الفيجوال افكت، كلر جريدينت، الكونتراست، لو عايز احط عليها افكت مثلا كوست كده، الار جي بي يعني كان اللي هو السيتويشن في الصوره في الفوتوشوب مثلا. ممكن ازود الالوان، اخفف حده الالوان شويه. اوكي فلترز، انا ممكن احط عليها الفلتر اللي انا عايزه مثلا تطلع سكتشز كده. وعندي لو انا فعلت الكلير ريندر ده سوى هيبطئ لي الجهاز قوي، بيديني الامكانيه ان انا اتحكم هنا في الشادو، بيخليني اشوفه افضل كده مثلا، اشوف افضل الشادو، اظبط الريفلكشنات وهكذا قبل ما اطلع الصوره ريندر. يعني دلوقتي ده الاعدادات بتاعت الايمج كل واحده. على فكره كل ايمج بتعمل لها يعني ادي مثلا الصوره دي وادي الصوره دي. انا غيرت شويه في الاعدادات، الاعدادات بتغير على حسب. يعني لو هنا عملت الصوره دي نايت، الصوره دي مختلفة عندي، كل صورة وليها الإعدادات لوحدها بتاعتها. تمام كده؟ ده بالنسبة للصور. عندي الفيديو كرييت، انت شايفين مكان ما أنا بدوس بالماوس، آدي الفيديو بتاعي اللي أنا عامله، محدد أوله إزاي وآخره إزاي، أمشي كده بالفيديو. نايت دي كان هو بيعرض لي كل الاعدادات الموجودة في الفيديو اللي انا حاطه. يعني ممكن احط بداية الفيديو دي، ممكن اخلي نهايته نايت، ممكن وهكذا. اتحكم في الفيديو زي ما انا عايز بنفس طريقه التحكم في الصور. بص هنا ارجع كده شويه مثلا، هنا اقول له مور، خدنا بالنا يا جماعه نعمل ايه؟ مور، ادي الفوكس برضو والفوكس، ادي الويذر، اقول له هنا الويذر خده لي مثلا كده. وهكذا انا بعمل ده في كل حاجه انا بستخدمها. يعني وانا ببني الفيديو اصلا انا بعمل ده. فلو عملت كده بص يا جماعه حصل ايه؟ انا غيرت الاعداد جزء معين من الفيديو. طبعا وانا بعمل الفيديو الاول اللي هو كريت فيديو، وده اللي شرحناه في الحلقات اللي قبل. اوكي هنيجي بقى هنا للريندر. الريندر هنا انا بقول له انا عندي هنا في انا عايز اعمل اكسبورت. هنا عندي هنا ايه؟ ايمج. طب انا حددت الايمج، هنا عملت ايمج وعملت فيديو،
اروح هنا اخر واحدة دي الاكسبورت، ادوس دي امتي، هختار له الصورة اللي انا عايز اطلعها، الصورة مثلا ولتكن الصورة 6، خلاص هي الصورة، وادوس له اكسبورت. انا هنا لما اختار صورة وادوس اكسبورت ايه اللي هيحصل؟ هو هيطلع لي الصورة. طب ليه ما عمليش زي اللوميون؟ اللوميون انا مثلا باجي اطلع الصورة وبختار الكواليتي وبختار يعني جودة الصورة، ولو فيها ريزوليوشن عالي شوية في حاجة، اقل شوية افكتات في حاجة كده، كل ده كله المفروض ان انا اخترته وانا بعمل الصورة اصلا كده. بس كل مهمته ان هو select folder tick بس خلاص عمل لي الريندر بتاع الصورة. الناس اللي بتدور هنا في الاعدادات بتاعت الصورة مش هتلاقيها هنا، الاعدادات دي هنا في الصورة نفسها اللي انا بعمل عليها الاعدادات. الاعدادات دي هنا في فكرة image، هنا just the export. يعني ممكن اشيل ده واقول له هنا في الفيديو اعمل الفيديو ده طلع اكسبورت. نشوف كده، ادي التوين موشن. فين يا عم الصورة؟ ادي الصورة رقم 6 طلعها لي، ادي الجريس اللي انا عملته طلعها لي، كل الاعدادات اللي انا حطيتها، حركة العلم، كل شيء تمام كده. نفس الحكاية برضو في الفيديو، ادي الفيديو اللي انا طلعته. هنعمل فيه شوية تدرج سريع كده بس عشان نشوف الفيديو احنا عملنا فيه ايه ونقدر نعمل فيه ايه. طبعا الحركة سريعة بس احنا ممكن نغير فيه زي ما احنا عايزين. تمام كده يا جماعة، نرجو ان احنا نكون عملنا شرح سريع كده للتون موشن والريندر في التون موشن. تحياتي لكم واشكركم على خير الحلقة. مع السلامة.